بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. في برنامجكم لماذا تركت الوهابية، ونشكر كل من استجاب بعد أن طلبنا، وجاءتنا رسائل عديدة. فأخونا الفاضل يقول: أنا تلميذكم فلان من قرية كذا في قضاء حيفا، أعمل طبيبا ومدرسا لطلاب الطب. ليس في قصتي بالترك الوهاب، طبعا ذكر اسمه وذكر القرية، لكن حقيقة أنا في حيرة، لم يقل لي اذكر أو لا تذكر، لذلك لا نذكر أفضل كما سرنا على المنهج السابق. ليس في قصتي بترك الوهابية، طبعا إذا حب أن يذكر اسمه يذكر في التعليقات، إذا حب أن يذكر اسمه يقول أنا فلان صاحب هذه الرسالة. نعم، ليس في قصتي بترك الوهابية شيء مميز، ولكنني أكتب لك معتقد أن مثل مثايل أنا مثلي مثايل، يعني مثلي كثير هكذا. نشأت على حب الدين والتدين رغم عدم التزام العائلة بتعاليم الدين، لكني كنت أرى جدتي رحمها الله تطيل في صلاتها وفي جلوس الذكر بعدها، وتصوم تطوعا، وتصبر على مصائب الدهر، فبقي أثر ذلك في نفسي. عندما أصبحت مراهقا صرت أبحث عن أجوبة لأسئلة فقهية وعقدية تراودني، ولقلة العلماء في بلادنا كنت ألجأ إلى المواقع الإلكترونية وأسأل الشيخ جوجل، فكانت المواقع التي تظهر أولا في نتائج البحث هي مواقع الوهابية مثل شبكة الإسلام والإسلام سؤال وجواب وغيرها. لم أكن أعلم يومها أن محركات البحث هي عبارة عن شركات تجارية ليست محايدة، وهي تظهر أولا النتائج الممولة التي يدفع أصحابها الأموال لتظهر بسهولة لكل من يدخل مفاتيح البحث المناسبة. ثم إن الانبهار ببلاد الحرمين وقدسيتها أضفى لأئمتها هالة ترفع قدرهم في عيون كل مسلمي العالم، فتبعتهم وأصبحت أطالب بالدليل وأنكر المذاهب الفقهية. كنت وهابيا بامتياز دون أن أدري. مشيت في هذا الطريق إلى أن تخرجت في كلية الطب، وعندها من الله علي بشيخ من قريتي يدرس الفقه الحنفي في الأردن، فبدأت أدرس عنده حتى اقتنعت بالمذهبية وأن 4 مذاهب خير من 4000 في حال أن كل من اعتبر نفسه مجتهدا على رأيه وعلى رأيه هو. ثم دخلت كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، ودرست هناك العقيدة، وأصبحت أتأسف على الأيام التي قضيتها وهابيا، ولله الحمد على كل شيء، وشرفت بالدراسة على يد الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج عميد الكلية. ثم أخذت طريقا وبايعت شيخي على الطريقة الشاذلية، وزرت مشايخ الصوفية ممن هجروا واستقروا في اسطنبول مثل الشيخ فلان والشيخ فلان، نعم حفظهم الله تعالى، وذكر بعض إخواني الفضلاء الصالحين كلهم من يعني أكثرهم أو جلهم من تلاميذ سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رضي الله عنه، فرأيت منهم أخلاقا قلما توجد. طبعا بعضهم من تلاميذ سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، وبعضهم من تلاميذ سيدنا عبد القادر عيسى رضي الله عن الجميع، وبعضهم توفي رحم الله من مات. فرأيت منهم أخلاقا قلما توجد في أيام لا أشبهها إلا بأخلاق الصحابة، قلما توجد في هذه الأيام لا أشبهها إلا بأخلاق الصحابة. وكان المسمار الأخير في نعش الوهابية عندي هو تأصيلاتكم واستدلالاتكم المتينة التي اطمأن لها قلبي واقتنع بها عقلي، وتأثرت عندما سمعت أنك شيخنا الفاضل قد سميت باسم الشيخ الولي عبد القادر عيسى رضي الله عنه قدس الله سره، وقد شرفت بزيارة قبره، وقد دعا هنالك شيخي لابنه المصاب بالحمى فبرئ من ساعته، وقد لمست في دروسكم الأخيرة بعض اللين باختيار العبارات لمخاطبة الوهابية، وأنا أرى أن هذا أنسب وأرجى لدخول الكلام إلى قلوبهم، فالقوم ينفضون من حول من كان فظا غليظ القلب،
وأطلب من فضيلتكم التركيز على النقطتين اللتين ذكرتهما وهما سبب سيطرة الوهابية على محركات البحث ومواقع الشبكة والهالة التي حصلوا عليها لسيطرتهم على الحرمين الشريفين. وأذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لشامنا ويمننا بالبركة وأبى أن يدعو لنجد مخبرا أنها مكان قرن الشيطان. أنا الآن متابع لحضرتكم وأشاهد جميع دروسكم وأشد على أيديكم وأدعو لكم بالتوفيق والسداد والحفظ من العلي القدير، فلا تنسونا من صالح دعائكم. فتح الله عليك فتوح العارفين ونفعك الله ونفع بك وثبتنا وإياك على ما يحبه ويرضاه. لي وقفات عديدة مع أخينا الفاضل. نبدأ بأنه تأثر بجدته، والحقيقة يعني الجيل الذي رأيناه في أجدادنا بالذات كلهم من أهل التصوف، حتى ولو كانوا على الفطرة كلهم من أهل التصوف، كانوا من أهل قيام الليل. يعني جدتي مثلا أنا العبد الفقير كانت تقول إذا فاتني، تقول لوالد أنا أدركتها جيدا يعني كنت كبيرا كنت في الجامعة حينما توفيت، تقول لوالدي إذا فاتني يوم قيام ليل كأنه مات واحد من أولادي. وكانت تصوم دائما الاثنين والخميس مدى يعني، وكانت لا تفطر إلا يعني تفطر في يوم العيد وفي يوم السادس من شوال كانت يعني تكون قد أتمت، فتصوم وتطعم الجيران وتقوم تصنع طعاما كثيرا وتوزعه على الجيران احتفالا بهذه المناسبة، إضافة للصدقات، إضافة غيبة لم نسمعها أنا ما سمعتها في حياتي تغتاب إنسانا ولا مرة. هذا الصنف يتكلم عن جدته حقيقة، الخشوع، طاعة تجاه الله سبحانه رغم ضغط شرف الحياة. يعني هذه جدتي مات لها عدد من الأولاد وبقيت صابرة محتسبة. الآن عندنا حالة غريبة عجيبة، حينما جاء هذا التدين الذي هو عبارة عن شكل دون مضمون مشكلة كبيرة. إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية وطلب أخونا أن نركز عليها المواقع المأجورة للوهابية، إسلام ويب، الإسلام سؤال وجواب، فهذه بسبب الضخ المالي على كما يقول، وهذا حق تظهر أول النتائج، وهي يعني تنشر الوهابية بصورة زاهية تخالف حقيقتها العكرة. أيضا وجود القوم في بلاد الحرمين تحدثنا عن هذا كثيرا، وحتى قضية إسلام ويب ونحوها كلها قمنا بالتسجيلات عنها، هل نشرت أو لا لا أدري، لكن يعني كلها جاهزة، ما لم ينشر سينشر قريبا. تأثر بأخ يعني بفاضل من الأردن وهو الدكتور صلاح أبو الحاج، ونشكر جهوده في فتح كلية للفقه الحنفي، وهذا شيء حسن وهذا شيء عظيم جدا، لكن يذكر أن السبب يعني انجذابه الكبير لأهل التصوف هو التأثر بأخلاق السادة الصوفية. وكل هؤلاء يعني من أهل العلم والفضل. هذا حق، أخلاق الصوفية هي التي سببت دخول الناس في الإسلام، والوهابي أن يخرجون الناس من الإسلام بهذه الأخلاق. الإلحاد بدأ يظهر في بلادهم، لماذا؟ بسبب الفظاظة والجفاء. يذكر أنه يعني زار شيخنا سيدي عارف بالله عبد القادر عيسى رضي الله عنه، والحقيقة هذا ليس الثاني ولا الثالث ممن يقول لي إنه قد جرب الدعاء عند قبر الشيخ فأجاب الله دعاءه. الآن عبد الفقير فعلت هذا مرارا وأجاب الله دعائي وسريعا، وبعض إخواننا المدرسين أكثر من شخص أخبرني بهذا الحادث. لنا صديق في إسطنبول يقول كان عنده ولد يعني أعيا طبا يبكي باستمرار ولا لا نعلم السبب، يقول أخذته إلى قبر الشيخ ودعوت طيب يعني قبور وعبادة قبور وكذا، القصص خرافات الوهابية دعوها منكم. ما معنى قبور لا نعبد؟ نقرأ نجلس عند قبر سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رضي الله عنه ونقرأ له الفاتحة.
إيش يعني نقرأ الفاتحة؟ نقول اللهم الرب العظيم جل جلالك وتعالى سلطانك ولا إله غيرك، لا يوجد في الكون ولا في غير الكون إله سوى الله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة مسلمة لا خلاف فيها ولا ينسى، ولا ندعو إلا الله وحده. ها؟ طيب لماذا في هذا المكان بالذات أليس هناك سد ذريعة؟ لا، لا يوجد سد ذريعة، لأننا علماء بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن نعبد الأحجار ولا الأشجار ولا البشر، وليس في بالنا هذا. وكل من يزور الشيخ إما عالم أو طالب علم، هذا واقع يعني. هل فعل ذلك السلف؟ نعم والله فعلوه كثيرا، وما عليك إلا أن تقرأ سير أعلام النبلاء لتعلم كمية العلماء الذين كانوا يزورون قبر الإمام معروف الكرخي ويدعون الله عنده. روي عن الشافعي في تاريخ بغداد أنه كان يقصد قبر أبي حنيفة ويسأل الله عنده، وابن حبان كان يزور الإمام علي الرضا، وابن خزيمة كان يفعل ذلك، يعني أئمة الحديث والكذا، وإبراهيم الحربي يقول قبر معروف الكرخي هو الترياق والمجرم أحيانا سر. هذا الأمور تشتد، ألتجي الله صباح مساء أخذ الله تعالى أمرنا، بعض إخواننا في المدينة المنورة قل يا أخي اذهب ادعو الله لنا قريبا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يسمع الإصغاء، الله يسمع كل شيء في كل شيء، دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء على قمة جبال الهيمالايا يسمعه الله جل جلاله، تمام؟ هذا كلام مفروغ منه، لكن هناك مكان مبارك فيه أفضل إنسان خلقه الله يدعو لنا تيسر. أحيانا تصل في أحد الإخوة مرة من بوس قال أنا عند الإمام الغزالي الآن، الله رضي الله عنك، ماذا تقول؟ ادعو الله لي أن يفتح علينا كما فتح على هذا الرجل المبارك الذهبي. حينما ذكر قصة إبراهيم الحربي قال ذلك لأن الدعاء عند قبور الأولياء مجاب، بل يقول الدعاء مجاب في كل مكان، مكان مبارك بس فقط، مكان مبارك بس. إحنا عندنا هذا من الشرك، عندكم مرضى أنتم الشرك، كيف نشرك؟ نشرك إذا ندعو له، ندعو نقول اللهم ارضى عن سيدنا عبد القادر عيسى وزد في درجاتي وأعلي نزله، أبدله دارا خيرا من داري، والله هكذا ندعو له يا أخي، قسم بالله هذا الذي ندعو له. طيب قول أبدله دارا يكون رب، يعني هذا يكون إله يكون معبود، أنا ندعو هو بحاجة البيت دار الجنة يعني، فنقول دار خيرا من داره، يعني ما هو برب ولا إله، بس هذه الأوهام أخرجوها من عقولكم ما دام تعرض لها هذه الأشياء التي ستقص، هذا أحلم جيدا. هذا القبور عابد قبوري ولا كذا أرض، هذه أماكن مباركة فقط لا أكثر ولا أقل. والرجل جرب يا أخي هكذا يقول طبيب أخي، ها شوف هذا وأستاذ في كل الطب، هو يقول أنا أستاذ طب، يعني لست طبيبا أستاذ للطب، وحصل أمامه دعا أن يشفى الرجل وهو شوفي مباشرة، ماذا أفعل يعني؟ يعني هذا كلام طبيب مو كلامي أنا، يعني التجربة يعني. الله المستعان وعليه التكلان، ثبتك الله على الحق وعلى الخير. وأيضا نقطة جميلة أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أبى أن يدعو للنجد حتى لا تكون فتنة؟ لو دعا لهم ستكون فتنة حقيقة، وأنا نجدي ها يا جماعة إخواننا جميعا، حتى ما يقول يسب أهل النجد، أنا أيضا نجدي الأصول يعني، لكن شامي صار لنا 200 سنة عند المحدثين، إذا قام 4 سنوات في بلد عند علماء 4 سنوات يعد منهم، إحنا في دمشق في الشام منذ 200 سنة، منذ قرنين من الزمن، فنحن شوام يعني في شامية الفرات، لكن من أصول نجدية ومن قبيلة نجدية، فلا ننتقص القوم، ما كل كلمة لابد أن تدعى. الله المستعان وعنتك، فتح الله عليك فتوح العارفين ورضي الله عنك وأكرمك الله، وشكرا لك على هذه الرسالة، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.